أسمت الكنيسة الأرثوذكسية بأحد جميع القديسين، والذي يقع ليترجيا في الأحد الذي يلي عيد العنصرة المجيدة. وفي كلمة روحية للإرشمندريت كريستوفورس حداد قال فيها: إن القديسين هم ثمرة عمل الروح القدس، وهذا العمل لا يقتصر عليهم فقط، وإنما هو متاح لجميع المؤمنين الذين يتلقون هذه النعم خلال عيش وممارسة الأسرار الإلهية المقدسة. وترأس الإرشمندريت حداد خدمة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين. نحن اليوم يا أحبة بحاجة لشيء واحد، بحاجة لقديسين. نحن بس نحتاج لقديسين، نحتاج إنه نعيش حياة التوبة. ويا ويلو اللي منه قادر يعيش مع ربنا، يا ويلو اللي منه بيسعى لخلاص نفسه في هالحياة، لأنه بيكون حياته كلها باطلة وملكوت السماوات بعيد عنه، لأنه ملكوت السماوات يختصم في المحبة والتوبة. اللص سرق الملكوت من فم المسيح، ولكن سرقه في محبته، في توبته، في طاعته، في إيمانه، لأنه عرف من على الصليب إنه هيدا هو الإله الحقيقي اللي أنا ما كنت قادر أكون معه. نحن بحاجة نكون لصوص للمحبة، نحن نسعى لحتى نعيش حياة المحبة. حياة المحبة رح بتعلمنا كيف نكون أناس نسعى إلى التوبة.